نظام وبرنامج يسمى تباتا، يتكلم عنه إن شاء الله الكابتن خالد سليم الحارث. تفضل. نعم، في بروفيسور ياباني اسمه إيزومي تاباتا، فسمي البرنامج عليه. هذا دكتوراه في التربية البدنية، سوى تجارب في شنو أكثر برامج رياضية تنفع الناس وأقل وقت، فاكتشف هذا البرنامج وسموه على اسمه تاباتا. هذا البرنامج يعطي إذا تبي قوة بدنية يعطي قوة بدنية، تبي بناء عضلات يعطيك بناء عضلات، تبي لياقة يعطيك لياقة، وتبي حرق دهون يعطيك حرق دهون. زين، البرنامج اللي بعده يعني أنت ممكن بهالبرنامج تلعب فيه الصبح من أول ما تقوم إلى أن تنام، ما في وقت معين، أي وقت ممكن تختاره تلعب فيه. نعم. ينام البرنامج. نعم. إقرار على حسب حاجة، يعني ممكن تلعب الصبح، ممكن تلعب الظهر، تلعب بالليل، إذا يعني أكثر من مرة. جميل. أو مرة واحدة باليوم هم يكفي. زين، شنو أدواتها؟ يعني شنو تحتاج من أدوات؟ تدري إن هذا البرنامج ما تحتاج شيء إلا بس ساعة منبه حتى تعطيك التوقيت. جميل. توقف. تخيل يعني لهالدرجة، يعني ما يعني بساطة لأبعد الحدود. يعني ما بقي عذر لأحد. بالضبط أخوي. وتخيل إن يعني فوق هذا في أبليكيشن موجود بالتلفونات الذكية، برنامج تنزل اسمه تبعته إكسرسايز. جميل. حدود وتوقيته موجود وكل شيء موجود. إذن هي أربع دقائق فقط، لا أكثر، أربع دقائق. يعني أبي منك بس أربع دقائق. هل أربع دقائق راح تسوي؟ إحنا معانا أربع دقائق الحين بعد. أخذ شوي تبعته. يلا. عندنا الأربع دقائق تقسمها إلى ثمان جولات. ثمان جولات. الجولة اللي عدد من التمارين، يعني تمرين نفسه ثم راحة. التمرين نفسه 20 ثانية، تخيل 20 ثانية فقط. الله. وتريح 10 ثواني. هذه صارت نص دقيقة. لو تعيدها ثمان مرات بتصير أربع دقائق. فإذا تسوي التمرين، تختار أي تمرين في بالك تسوي، مثلا راح نتكلم عن التمرين نوعية التمرين. تختار التمرين اللي في بالك تسويه 20 ثانية وتريح 10 ثواني وتعيد 20 ثانية و10 ثواني وهكذا إلى أن تنتهي الثمان جولات.